مرحبا، حياكم الله جميعا. تعقيبا على الفيديو السابق بما يخص تأثير البكتيريا أو بكتيريا ستريبتوكوكس ميوتانس على تسوس الأسنان، ليست البكتيريا بحد ذاتها أنه هي لها علاقة رئيسية جدا بتسوس الأسنان. واقع حال هناك عوامل مختلفة يعني تؤثر بهذا الموضوع. هذا الموضوع طبي يتعلق بأطباء الأسنان، لكن أنا أتناوله من ناحية ميكروبيولوجية، من ناحية الأحياء المجهرية ونشاطها وتأثيرها بهذا الموضوع. البكتيريا عامل رئيسي صحيح، وأحد العوامل أنه وجود بكتيريا ستريبتوكوكس، وهي موجودة عند كل الأشخاص، لكن ما هي الأسباب التي تحدد حدوث تسوس أسنان أو لا؟ أكو عوامل أخرى. العامل الثاني هو الهوست نفسه، الشخص نفسه، استعداد الوراثي لهذا الموضوع. هناك أشخاص عندهم استعداد وراثي وتبين عندهم هذه المشكلة مبكرا، وهي موجودة في كل العائلة. إذن استعداد وراثي رقم واحد. الحالة المناعية للفم بشكل خاص وللجسم بشكل عام، كل ما تقوى المناعة قد تؤثر على هذا الموضوع إيجابا. رقم ثلاثة، بيئة الفم، أعني كل ما يحيط، كل ما موجود داخل الفم مثل اللعاب. أنه نعرف إحنا saliva flow أو الflow of saliva كلش مهم، يعني انسيابية اللعاب بشكل طبيعي مهم في عملية التحديد من تواجد البكتيريا، وبالتالي يعتبر هو جزء من المناعة الغير متخصصة. واقع حال إذا كان انسياب اللعاب بشكل جيد وبشكل طبيعي يقلل من الحالة، لكن إذا كان هناك بعض الأمراض التي تقلل من تواجد اللعاب بالفم، كمثل بعض الأمراض الجهازية المزمنة كالسكري، تزيد من قلة، يقلل اللعاب وبالتالي يزيد من تواجد تركيز أو تركيز البكتيريا بالفم. هذا سبب آخر. هناك أيضا مسألة التايم، الوقت له دور كلش مهم. العناية بالفم وصحة الفم والأسنان ونظافة الأسنان أيضا عامل آخر. نوع الغذاء، diet habits، العادات الغذائية، هناك الغذاء الصحي والغذاء غير الصحي والغذاء اللي يحتوي على نسبة كربوهيدرات عالية، هذه كلها أسباب تزيد أو تحدد حدوث مشكلة تسوس الأسنان. إذن ليست البكتيريا والنورمال فلورا المتواجدة عند كل الأشخاص هو السبب الرئيسي. شكرا جزيلا.